الشعبية حلاوة الأكلة الشعبية بترد الروح ومغذية حلاوة الأكلة الشعبية بترد الروح ومغذية يا حلاوة الأكلة الشعبية اهلا وسهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من حلقاتنا واحنا النهارده في بني سويف بلد جميله قوي قوي. النهارده معانا الحاجه شريفه ست بصراحه ست كمل قوي. والنهارده احنا جينا بني سويف زي ما كنا دايما بنيجي وبنوعدكم ان احنا لما بنوعد بنوفي. النهارده كمان انا بعزي كل مصر في البابا شنوده وبعزي كل العالم فيه لان هو كان رمز للمحبه وبقول الله يرحمه ويحسن إليه وربنا ينيح روح في السماء. والنهاردة إحنا جينا بني سويف عشان نعمل العيش هنخبز عيش نعمل بقى شوية حاجات في الفرن هنشوف بقى العيش اللي طالع ريحته بقى حلوة الفرن الجميل الحاجة كده الفرن اللي ليه شمخة اللي تحطي فيه الحاجة كده تحس ان انت بتاكلي حاجة ريحتها حلوة الريحة اللي تطلع تكيف المخ كده والحاجات الجميلة. النهاردة معانا الحاجة شريفة انا اتشرفت بيها وهنخش عشان نشوف العيش ونتعالوا بقى شوفونا. اول لما جيت هنا النهاردة رحت كنيسة العذراء اللي في بني سويف وعزيت في البابا تعالوا نروح نشوف. السلام عليكم. ازيك؟ بقاء لله. عاوزين اعزف البابا. جاي اعزف البابا. ازيك يا ابونا فرانسيس؟ انا بعزيك في البابا وبعز مصر وبعز العالم كله في البابا لان هو كان رمز المحبه حقيقي فعلا كان رمز المحبه. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. ربنا ينيح روحه في السماء يا رب. شكرا. اتفضل. شكرا شكرا. ازيكم؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ البقاء لله في البابا هو كان رمز المحبه. كان كل حاجه لينا البابا سندنا وكل حاجه لين. عامله ايه؟ البقاء في لله. مصر كلها حزينه عليه. ركن جامد وقع نار. ركن جامد وقع نار. عند ربنا في السماء. وعند المسيح. احنا متاكدين ان هو مكانه. هو في السماء وعند المسيح. ربنا يرحمه يا رب. هو كان رمز المحبه لينا كلنا. لمصر كلها مسلمين ومسيحيين صدقين. الله يخليك. انا كلنا واحد. طبعا. طبعا 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 ده احنا كلنا حبايب. طبعا طبعا طبعا. وربنا يخليك. ربنا يدينا السلام يا رب يا رب. دايما نقول السلام والمحبة السلام والمحبة دايما يا رب. كلنا بندعي للبابا بالرحمة وبنقول ربنا ينيح روح في السماء يا رب. أمين يا رب. وربنا دايما يرحمه. شرفت بيك. سلام عليكم. رجعنا تاني زي ما انتوا شايفين بقى شايفين الفران الحلوه والدنيا الجميله واحنا النهارده قاعدين براحتنا زي ما انتوا شايفين ان ده القلاح بتاع الذره عيدان الذره البوز بتاع الذره ده بقى بيحموا بيه وبيطلع العيش ريحته جميله قوي. انا اول ما جيت النهارده لقيت الطبيعه حواليا في كل حته والبلد جميله وحلوه قوي. اهم حاجه عشان شايفين العيش اللي احنا بنعمله ده دلوقتي ده العيش المصري بتاعنا. طبعا انا هوريكم دلوقتي احنا بنعجنه ازاي قبل ايه ما نعمل اي حاجه هوريكم ازاي بيتعجن. يعني هودي ايه هاتنا يا حاجه شريفه الماء اللي عندك دي والنبي الجافه الماء هاتي
تاني. لو انت هتبدأي زي احنا كده ما هنبدأ مثلا باربعة كيلو دقيق، اربعة كيلو دقيق اهم، هتحطي عليهم مثلا هنقول كيس، كيس خميرة فورية، كيس خميرة فورية. هاتي يا حاجة الخميرة اهو. حاجة شريفة جايبة لنا شوية خميرة. يا ايه هتبتدي تحط المية، مية يا دافية، وهتبتدي تحط المية سنة 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 سنة، المية دافية تحطيها سنة سنة. حطي حاجة، لو ما فيش بقى يا حاجة خميرة فورية نحط ايه؟ خميرة بيرة ولا خميرة بيرة؟ خميرة. حطي حاجة، ما فيش حاجة من غير خميرة دلوقتي. خميرة بير، خميرة بير. يعني لو ما فيش فورية لا حطي خميرة بير عشان ما يتعجنش. حطي حاجة، حطي. لا بس انت شكلك شاطرة يا حاجة في الخبيز زي كل الستات اللي هنا. يا رب يا طب شاطر. اهم حاجة في العجين اوعي، اهم حاجة العجين مية في مرة واحدة. بتقولي ايه يا حاجة؟ بقول اهم حاجة العجينة. اهم حاجة في العجين، بس عشان كل الستات تبقى واخدة بالها من الموضوع، اهم حاجة في العجين ان انت اولا ما تحطيش المية في بلد العجين والخبيث. لو هتحطي عجينة فورية هتحطيها على العجينة على الدقيق كده وتبتدي تعجني زي احنا ما بنعجن. لو هتحطي خميرة بيرة تدوبيها في شوية مية عشان ما تبقاش مكلكعة في قلب العجين. ولازم تعملي وتفدغي كده وتحطي المية واحدة واحدة عشان ما يبقاش منك العجين طري. حطي حاجة. انا ربيت انا الله اعلم. حطي حاجة. طبعا حاجة، انت بقى ما بتشتريش عيش خالص، من كل العجين بتعمليه ببيت صح؟ من هي نخبز بالتا ونعمل ارغب. يما نطبخ يما نطبخ نعمل ارغب، غير الطبيخ بقى ناكل بجبن وسمن بالتا بالتاو. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. طبعا انا كده بفدغه في بعضه وبيتلت عشان خاطر يطلع ليه عرق ويطلع الرغيف مورق وحلو. اول لما جيت لقيت كل حاجه في الطبيعه حلوه قوي قوي، زي ما قلت لكم كده البلد بطبيعتها. حطي حاجه، البلد بطبيعتها وحلوه قوي بجد بجد. صدق اللي قال محلاها عيشه الفلاح. عيشه الفلاح مرات. لا يا حاجه، ده عيشه الفلاح زي الفل. يعني الفلاح هيقطع من الارض وياكل، ما هو قاعد مسكين لحاله لا ولا قوه. لا لا، ده انتوا ناس زي الفل. طب ما هو غصب عن بوز، هنعمل ايه؟ احنا طايلين حاجه. ده انت كفايه حاجه ان انت بتشتغلي بايدك. يا رب يروق مصر عشان الناس ترتاح والعالم يستريح والناس تتوظف، الشباب. ربنا يسمع منك يا حاجه. يا رب يروق الحال يا رب. اللهم امين. روق لنا الحال يا رب بس بتاع مصر يا رب. ويمسكها رئيس نظيف كده حلو وما يبقاش خاي. يا رب يا حاجه. يدي الحقوق يا رب. انا كنت جالي، كنت معايا خمسه يا تمام، انا جالي جواب من بتاع الارض اللي بيستلموها في الجبال دي. بقى تروح اقعد زي الاطرش في الزفه، يا الناس كانت بتبلص وتحط فلوس وبتاع، انا ما اعرفش. دي انت قاعده كل يوم اروح احط جرط عربه واقعد النهار كله ونجي زي دلوقتي، وبعد كده الناس كلها خدت وانا لا. وجوابي معاه ليكي عند ربنا كل حاجه. كل واحد له نصيبه هياخدها. بقول لك يعني الناس يا ما جابت شويه الدقيق، يا ما جاب السكر، يا ما جابت عسل، يا ما جاب. كل واحد بياخد نصيبه يا حاجه. الحمد لله يا رب. حط شويه ميه، اخر شويه ميه دول. انت عندك ولاد يا حاجه؟ بقول لك خمس بنات يا دام، منهم اللي واخدها محمود دي. ربنا يديك الصحه والعافيه. اللي شفتيه اللي كانوا بيحشوا ده. اللي كانوا شغالين معاكي في الارض. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. شمري لي الكم ده بقى. انت ما كنت كده. انا وانا ماشيه في الغيط لما قابلتك كده لقيتك قاعده بتحش في الارض، قلت صلاه النبي عليك. اعمل ايه لما جبتك وجيت بقى. المهم العجين ده لازم يتطب كده عشان يورق. طبعا انا عامله لكم حبه صغيرين، لو حبه كبار هتلاقيهم طبتهم كده ترند بالجو. لازم ما يبقاش العجينه طريه، تبقى حلوه. كفايه حاجه شريفه. كفايه. حطيهم بقى
هنا هو الباذنجان بتاعي. خدي بقى اجيب لك تغسلي دي. شايفين العجينه بتاعتها عامله ازاي؟ حلوه، دقيقه حلو اهو، حتى لما هيجي يتقطع هيبقى ماسك نفسه. العجينه اهي ما تبقاش سايبه منك، ولا هي تقيله ولا هي خفيفه اهي. بصي العجينه اهي زي الملبن اهي. الفرن هيب قلتلنا عودين حتى بقى يا حاجه جوه هو كده خلاص اتعجن ما فيهوش مشاكل. انت عندك بحرف الحله هنا وحطيه عليه بحرف ان هو اللي يمسح حرف الحله يمسح. لو انت بقى تعجنيه عندك في البيت اهم حاجه زي ما قلت ما تحطيش الميه مره واحده، تطبعيه وتلميه كده اهو. هاتي حاجة شريفة عشان نلمهم. العجين لازم تحطي له شوية ملح صغيرين بركة كده زي احنا ما بنعمل. حطنا ملح ولا بتاع؟ اهو هنضحك على نفسنا بعد ميه. اهو بيتعجن بيبقى بالشكل ده وبيبقى حلو. لازم يبقى زي ما شفتي يبقى ماسك، ما يبقاش واقع منك، عجنته تبقى معقولة. هنحطه بقى ده جنبين. حطي بس عودين حطب لحسن الفرن تبرد مننا. انا حط انا وانت خسيدك في الجارب اجيبه لك هنا. هاتي حاجة على فكرة العيش تقدري تعمليه والله في فرن اللي هو بأنبوبة. تقدري تعمليه يعني احلى من بأنبوبة. بس ده بقى ليه طعم تاني. بس تقدري اللي ما عندهاش فرن زي ده بقى يا حاجة شريفة. امال انا بيب بتعمل ازمة بين جدي. يعني انت برضه لما بيبقى عندك ازمه انابيب بتتربزي بده. انت بقى لما كان عندك ازمه الانابيب عملت ايه يا حاجه شريف؟ نعمل في دي نجيب في الفرن ده الطين ونعمل كوالح وشجر انت عارفه انا لما كان عندي ازمه انابيب جبت باجور امي وطبخت عليه. تعالي تعالي. في حاجه مهمه بقى مصمص ايدك هنا قوم يمر. اغسل بس ايدي يا جماعه معلش استني بس يا حاجه من القش. بس اركنيها جنبك بقى هنا حاجه شايفه زي ما هي زي ما هي. لا لا خليها زي ما هي. طبعا احنا طبعا عشان الوقت العجين في الشتاء ياخد اكتر من خمس او اربع خمس ساعات عشان يخرج في الشتاء. في الصيف ممكن يقعد ساعتين ما بياخدش بيبقى حر. ما بياخدش ليه؟ بيبقى الجو حر. طبعا انا عملت شويه هم وفي كمان استني يا حاجه شريفه هنقطع الباقي. في حبه هوريكم بعد ما يتعجن كده ويخمر يعني يخمر يزيد هتقطعيه ازاي. ده صلاه النبي حاجه شريفه ده قامه وطعمه يا دبك انهم قام. هاتي بس ايه هجيب لك الرد ده. هات الرد. ما حاش خدوا الدقيق ولا عجنته كله بقى. ده ممكن نعمله في الفرن. انا قلت ابو انبوبه. لو عندك بقى فرن بوتاجاز بيقيد فوق وتحت في نفس الوقت ممكن برضو تخبزيه فيه، مش هيجرى حاجه. ممكن تخبزيه فيه. شوفي بقى اللطاقه ما عاوزين بقى هيتقطع بالشكل ده. في دقيق جنبكم دقيق؟ ما في دقيق. اعملي على الرده زلطيكة. ايوه هو بس ايه انت بقى يا تعمليه يا دقيق يا اي سنه اهم حاجه عشان يا ممكن تقرصيه على ميه عشان بس ما يمسكش في ايديك ويشبط. شايفين عجنته عامله ازاي اهي؟ عندك جو حلو والله ما حصل لاجل عشان يعاون. احنا جينا النهارده بقى الفرن ده بتاع عم جميل، احنا بنشكره ان هو النهارده استضافنا نخبز في الفرن بتاعه. يعني النهارده الناس بسم الله ما شاء الله كانت مقابلتهم زي الفل، يعني على راي المثل لاقيني ولا تغديني. بصوا بيتقطع ازاي اهو، وبعدين ايديكي تبقى ميزان في كله. ده انا كمان لو حبه الدقيق اللي في ايدي دول اللي بعجنهم الصغيرين كانوا زمان الطبه بتاعتهم جابت دلوقتي
القاهرة هناك مش بني سويف. مين اللي هنا يجيب لنا شوط بوكس؟ ما العيال مشوا شوط بوكس يا مش هتعبش اهو. هتسيبيهم بقى يريحوا شويه، لازم العجين يريح شويه، دول مريحين هنخبز منهم دلوقتي بس بعد ما نزق لنا شويه بتنجان في الفرن عشان نعملهم صينيه. ام مارينا، ام مارينا الو، ازيك يا ام مارينا؟ الله يسلمك، تسلمي. ان شاء الله تسلمي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ قاعده قدام الفرن اهو بخبز النهارده. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير وسلام، ان شاء الله تسلمي. عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انت اخبارك ايه؟ بنخبز العين طبق. ما انا بخبز النهارده، قلت يلا اعمل كده بقى واحده في شويه بتنجان والعمليه تبقى زي الفل. ربنا يقويك. واحنا بنعمل كده وبنعمل بطاطس في الفرن، واحنا البطاطس. وانت طيبه وبخير وسعاده. لا عاوزين رد يا حاج عشان هيلزق مننا. مع الف سلامه يا قمر. رمضان تعالى قرب لنا شويه الخوص دول يا اخوي. هات يا حاج. هات لنا يا حاجه نحط صينيه البطاطس عشان تلحق تستوي. هات لنا البطاطس والقوطه والبصل اللي جنبك ده. هات يا رمضان. هنعمل بس نحط الاول عودين حطب نشغل بهم الفرن. هنعمل صينيه بطاطس بقى نيف نين دستها في الفرن عبال ما نخبز. كل الناس اللي بتخبز قدام الفرن لازم تعمل كده، تدس لها صينيه بطاطس، تدس لها صينيه بتنجان عشان تاخد ريحه الفرن وتبقى حلوه. لا هناخد منها كده على طول يا حاجه، نرصهم فوق بعض وندخلهم الفرن. طمنيني يا حاجه، البهايم اللي عندكم صحيح اخبارهم ايه؟ البهايم والله حالها حال، عيان لسه. ما البهايم عيانين ولا ايه؟ البهايم كلها عيان. ليه كده؟ هو مرض من عنا يا رب هداك ربنا. مش عامل يعني، ما اقول مش عامل يعني. كانت كلها النشوه كان عندك شوفي عشان الرغيف جنبها. بس انا يا حاجه شفت عندكم هنا مطعمين البهايم في الوحده الصحيه. النشوة عندك الرغيف اللي جاي سنة اسود. هتاخدي التنين ولا هتخليهم للبنين؟ لا خلي التنين يريحوا شوية. انا على الطماط. احلى حاجة عندهم بقى هنا عرفتها، ان لما في بيما بتموت عندهم بيدفنوها يعني في مدافن صحية. وما بيرموهاش في المصرف ولا في ال ما بيسيبوهاش كده. هات النشوة يا حاج. ده صينية البطاطس دي هتطلع عنب. انت تخلط الصينية على شق ونرمي على شق. ما انا هرمي اهو على حط على الشق ده كده اهو. اهو صح كده؟ وهننقل شوية البتنجان دول الشق التاني. اما كده ما امطاب. لا لسه شوية يا حاج. ما اللي قشرتهم فوق ما قشرتين؟ لا ده دول لسه هنشويهم اهو. ياخدوا بس كده شوية.
اعرف مره طيب هي مراويه. هي ناديه. معلش الخط قطع. ناديه حاولي تتصلي تاني. طبعا النهارده زي ما انتم شايفين اللهم صل على النبي العشاء هيبقى اهو يا حاجه يبقى تمام. الفرن حامي يبقى حلو قوي. زي ما قلت النهارده كان يوم حلو قوي. جيت لقيت الطبيعه والخضره والناس اللي هنا الجو حلو قوي. بس طبعا هم زعلانين. طبعا في ناس كتير زعلانه عشان خاطر طبعا في ناس عندها بهايمها زعلانه تعبانه وحاجات كده كتير. هات ربنا يعين واحد على فقره وعلى اللي فقده. وربنا موجود وربنا معاهم كلهم. طبعا العيش لما هتشيليه تشيليه كده. يعني شوفوا بقى العيش والطبيعة والخضرة والقعدة الحلوة بتنسينا فقرنا والنبي وبتنسينا كل حاجة وحشة. دايما ربنا زي ما بياخد بيد لازم. بصوا للي حواليكم في كل حاجة هتلاقوا برضو في حاجة حلوة. دايما الحاجة الحلوة اتمسكي بيها وخليكي كده ماسكة فيها بايديكي واسنانك وكبريها وخليها كده دايما قدامك حلوة. واعملي منها دايما حاجات حلوة. ولو عندك حاجة وحشة طلعي منها حاجة حلوة. ما تمسكيش في الحاجة الوحشة. الحاجة الوحشة طلعي منها حاجة حلوة. ده الرغيفين اللي انا بخبزهم النهاردة والنبي مخليني اسعد واحدة في الدنيا. ده كفايه القعده قدام الفرن ولا صينيه البطاطس اللي احنا حطيناها. كل واحده ترمي الهم والغم وراها. الحياه مستمره والحياه حلوه. بصي للحياه كده هتلاقي الدنيا زي الفل. ربنا يروق الحال يا رب دايما. واللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله اللي جاي احسن. ده العيش ده بيطلع عيش بقى مخبوس كده عيش مزيكا على الاخر. يا ام ايه ام ايه ام ايه سامعاك يا ام ايه. عايزك تستغل ان شاء الله. تسلمي يا ام ايه. بقولك العجينه انت ملبسها شويه. لا حلوه كده عشان بس احنا قاعدين قدام الفرن. هي مش يابسه ولا حاجه انت عارفه. عشان بس اللي لسه هتجرب لو عملته طري لا هتعرف تلقطه ولا هتعرف تخبزه. الجو هيدافئ. يعني اليابسه في ايديكي تعرفي تتصرفي فيها. لكن عشان لو كنت طريتيها مش هتعرفي لا تشيليها ولا تريحيها ولا تلقطيها. مش قال خلي عجينه مجلس فم تتعجبه قدام الفرن. الله عليكي يا حاجه قوليها تاني والنبي. خلي عجينك مجلس فم تتعجبه قدام الفرن. ايوه. الحاجة بتقول خلي عجينك ناقص فم تتعجبيبه قدام الفرن. يعني العجين لما يكون يابس شويه. ما يشحلش منك ولا يلزق في ايديك. ايوه يبقى حلو كده ومتعجب وملزقش. وملزقش في ايديك. الله عليكم على كلامك يا ست الحاجه. طلع النار شغال يا شدي بقى اللي جوه. اهو اهو معايا النشوه اهو. هات هات اللي جوه. Mm-hmm.
هو طلع ده. طبعا احنا كنا عاوزين وقت اكتر من كده عشان العيش. ايه لو اتعجنوا قبل كده بنص ساعة كنت اتفرجت على عيشهم ده. هو بس وقتنا بس شوية. كنت عايزة الشغلة دمنا ولا النهار كنت اتبضرحتي بقى قدام الفوق وشفتي العيش على حاجة. كان الرغم جاب الجبوة من فوق. احنا بس حبينا نخبز لحبايبنا كده رغيفين على الهوا عشان اللي عاوزه تخبز تبقى براحتها احسن من اللي رغيفه بتاع الفرن الطبيعي ده. ده ريحته مش البوتاجازات والقرف اللي ضعفتني. طب عايزاك تدير الصينيه ده ما فيش يعلى عن الفرن ده يا حاجه. ادي نارك ابيض ده حتى الحاجه طعمه ده دي كبيمه ريحه البوتاجاز الحاجة بتبقى طالعة يا حاجة فيها بركة. حاجة كده طالعة فيها بركة وطالعة حلوة. اللي ما عندوش بقى حاجة فرن زي ده ممكن يبني فرن زي ده؟ ليه العالم يبني في الغيطان بقى دلوقتي لما الناس نضفت وبلطت ومحا. يعني ما بقاش حد. انت دلوقتي الناس دلوقتي بقت تعمل فران زي دي ولا ما بقتش تعمل فران زي دي؟ اللي بيعنده احنا عاملينه في الغيط. جار ما احنا كنا قاعدين كده في الغيط وعاملين له باب صافي. صافي احسننا كده وعاملينها برواز خشب. وعاملين له تربه. كنت يعني انت عامله وادي فرن. كنت ادخلك افرجك تكبي على البلاطه السمن يتلم مش مهروقه كلها تراب زي دي. وتحتها خشب وكوالح وكنت هخبز لك بالتوي محل لو صبور بس انتوا اتكربتوا. انا قاعده معاكي بقى وهنعمل كل حاجه نفسنا فيها. احنا بس عشان الوقت وعشان التصوير فاحنا هنعمل كل حاجه نفسنا فيها يا حاج. طيب ان شاء الله. ايه مدام ساميه؟ ايوه ازيك يا مدام غاليه. ان شاء الله تسلمي. ازيك يا مدام ساميه؟ عامله ايه؟ ان شاء الله تسلمي يا قمر. عامله ايه؟ احنا كويسين وبخير بنخبز اهو بنعمل عيش اهو. انا نفسي اتعرف عليكي وعاجبه عاجبني الاعمال اللي انت بتعمليها دايما. احنا تحت امرك يا ست الكل. جميل والله جميل والله يا مدام غاليه. ان شاء الله تسلمي. ماشي يا مدام غالي انا لسه اتعرف عليك انا عايزه اعمل تليفوني. حضرتك ارجعي للكنترول يا ست الكل يا ريتك معانا النهارده واقعدين كده قدام الفرن براحتنا. الله يخليك. ممكن ابعت تحيه؟ اتفضلي. انا ببعت لابويا الحاج محمد سفان وابراهيم سفان وتامر الشام. سلامك وصل يا ست الكل يا واحنا كمان بنحييهم عشان خاطرك وانت النهارده شرفتينا. الله يخليك الله يخليك يا مدام غالي. ماشي متشكرين. مع الف سلامه يا ست الكل. دايما الفرن البلدي ده بقى يا حاجه ما بيخليش حاجه في البيت. ورقه قشه عود حاطب كله كنا بنحطه فيه. كنا بنلكمد له الجله زمان كده نعملها زي الكوالي احنا لكن نحطها كده ونلكمد ونلكمد وتحطيه وينشف ونزقه فيه. ونبططه بطات كده قد المقطعه دي كده. بطلوها بقى يا حاج. ما العالم نضف نكسرها نصين ونصدرها فول في البناره خضراء. الوقت ما حدش بيرضى يلم جله يقول لك بلاجار. الناس تقدم تقول لك النص يحصل قمر وانتوا لسه متاخرين. ما كل وقت بقى يا حاجه وليه ادان. بس ما فيش احسن من الحاجه الحلوه دي. بتاع القياده. انتوا بتسموه فرن القياده؟ الله يا حاجه ربنا يديك الصحه والعافيه. بطانيطة. احنا بس عشان ايه ما نحطش بتنجان ايه نخبز تاني لما نطلع دول بقى يا حاج. ده ريحه الخبيث طالعه ايه زي الفل. بس في فران كمان يا حاجه بتبقى صاج تبقى بدل البلاطه بتدي صاج ما ينفعش امسلوق ما عيشها مسلوق.
ما بيطلعش ناس ازاي ده؟ من شبشب. اه كانت كلها عملته دي. طب ما احنا عندنا دي بنخبز برضو فيه بالتو طازه كده يعني طق طق. لما تكوني مثلا مش هتعملي يرغفة نعجن شو نخبسهم بالتاء. البتاو اللي هو في مطرحة صغيرة شوية كبيرة عندي شوية كبيرة عندي. آه البتاو عندهم اللي هو اللي احنا نقول عليه في مصر المرحرح. اللي هو العيش اللي بالحلبة دي الدرة والحلبة وبيبقى كبير. دي بقى لما نكون عايزين طبخين وعايزين متاو نعمل على اللي كبيرة عندي شوية. عن مطرحة أكبر من دي أكبر من دي شوية ردحة. اه طري المطرحه يعني هي دايما في القاهره او في بحر شويه يقولوا عليها مطرحه هنا يقولوا عليها رداحه. في مطرحه وفي رداحه في دي وفي دي. الكبيره مطرحه اللي بتاخد البتاو الكبير مطرحه. اه والثانيه دي رداحه. نعمل الشواء وناكلهم في سعيه اطراف ما نشافش. ربنا يديك الصحه والعافيه. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ده أول لقائنا بوداد. عملت إنتاج ملابس زي أي عاملة في الشركة. بس أنا من يوم وأنا عندي أنا إيه حتة الجراءة شوية كده في الحق. ما بحبش أشوف حد مظلوم. لما نجوا أشوف شركة غزل محلة مش واخدين حقنا. إضرابة تحدد وخلاص والطلبات بتاعتنا هنقول. وداد نموذج إيجابي للعاملة المصرية. هتكون معنا في برنامج ببساطة. هل أنت موافق النهاردة إن أنت تقعد في مجلس الشعب وتلاقي المرأة مختفية من المكان؟ هنناقش ببساطة كل اللي يخص الست المصرية. استنونا كل يوم جمعة الساعة 9 مساء. أهلا بكم. بعد الثورة في الشارع المصري الصورة اللي بتساوي ألف كلمة. طرق الناس في التعبير عن نفسها بتختلف. عقلية المواطن المصري مختلفة جدا. رئيس الجمهورية القادم أول قرار ياخده إيه؟ شايفها رايحة فين؟ إيه أهم الحاجات اللي محتاجها بقى الشارع؟ مفيش اهتمام ومفيش دعاية. لن يكون فيها تواجد للشرطة. يعملوا إيه عشان البلد دي تبقى أحسن؟ إعادة هيكلة كاملة لوزارة الداخلية. رؤية مختلفة لمصر ومعارض بلدنا. استنونا دايما. رجعنا تاني بقى عشان نعمل شوية البتنجان دول. هنعمل بتنجان في الصينية. اهو نفتحه كده. احنا شويناه طبعا بيتشوي يبقى زي الزبدة زي ما انتم شايفين كده. قلبه بيبقى ابيض وجميل وزي الفل. هنا عرفت ان هما بيجيبوه ويقطعوه كده في قلب الصينية ويحط عليه الطماطم والزيت ويدخلوه الفرن. ده شر مرة. بعدين انا شفتك يا حاجه كده في الغيط كان شكلك يفرح. انت كنت بتعملي ايه في الغيط؟ بحشي للبهايم. بتحشي للبهايم؟ شاطره ربنا يديك الصحه يا حاجه. اقعد على طز وادانا احشي وبعد كده اقوم واتنقل لجدي. اه رجلي وجعاني. يعني انت اللي بتاكلي البهايم كل يوم؟ بوكل معاه العيال. اه مع اولادك. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. بتحسي بقى حاجه كده وانت بتشتغلي ان انت مبسوطه؟ بتبسطين ولازم الواحد الدكتور يقول لك امشي وعرجي وهابري. تحبي تمشي وتهبري كده بقى وتمشي وتروحي وتيجي وتهبري كده عشان خاطر الدم يجي. اه انت عاوزه الدم يعني يجري في عروق. ايه الجعان بيكعب عشان انعركوا فيا اولادي وقعدوني في البيت ادرك ده تحت البطانيه ما اطلعش بره. اه يعني لو ولادك قالوا لك لا يا ما خليك انت ما تروحيش هقول لهم طيب يا دراج انت عامله زي لو بطلت تشتغلي تتعبي. ده البلاطه دي بتطلع العيش ناسس يا حاجه واخر حلاوه. ما جدنا كتير. ايوه استاذ حمدي انت حاجه الطبق اللي ورا كده فين؟ عليكم السلام. ازيك يا استاذ حمدي؟ ازيك يا استاذ حمدي؟ الله يخليك ان شاء الله تسلم. الله على البطاطس طالعه ايه؟ ها؟ ده البتنجان ودي الطماطم عليها طبعا الملح والفلفل والكمون وكل التوابل بتاعتها وعليها الزيت وبرده بيدخلوها مع الخبيز في الفرن بيطلع ريحه الاكل حلوه قوي اهي.
بيحطوا بيشوا البتنجان ويروحوا مقطعينه كده بالطول بالطول بقشره بحاله بمحتاله وعليه الطماطم متخرطه والملح والفلفل. لو عاوزتي تحطي فلفل اخضر براحتك، ما عاوزتيش بيحطوا الفلفل الاسود والكمون والزيت وبتتدخل جوه الفرن. الميزه بقى يا حاجه في الصواني دي بتطلع يعني عشان ريحتها حلوه. ها ايوه بتاع الفرن ده تخلي ريحتها حلوه، الاكل يطلع فيها ريحته حلوه وناسس كده. اه احسن من الصاج ديك. يا ام يوسف ازيك؟ يا ام يوسف ازيك؟ حالك عامله ايه؟ الحمد لله احنا بخير يا ام يوسف. الله يخليك. ازاي صحتك؟ تمام الحمد لله والله. جربي العيش ده بقى، اسكتي ده طالع ريحته زي الفل. بس انا عايز اعرف حاجه، العيش ده بخميره ولا من غير خميره؟ لا بخميره. في حاجه بتنفع من غير خميره؟ يلا عمال يا شعب ده عيش بخميره. أنا عايزة أسألك، أنا ما شفتش البرنامج من الأول. لا ده بخميرة، بتحطي يا خميرة بيرة يا خميرة فورية. بخميرة فورية. أه. يخمر بسرعة. أه بيخمر على طول، بس طبعًا لو في الشتاء هياخد له مثلًا لو تخبزي 5 كيلو دي ياخد له مثلًا ساعتين كده ولا 3 ساعات قبل ما يخمره. بيخمر. ده في الشتاء، في الصيف ما يكملش ساعة كده ويروح إيه خمران ويبقى حلو. عشان السقعه بقى تبعته كده. اه عشان السقعه. وكمان ايه بقى ده انت لما انا قلت لا بخميره يا ست الكل. ماشي يا ست غاليه. بس هم هنا بقى بلدهم بيعملوه صغير وتخين شويه يشبه العيش الشمسي شويه. غالي. اه طيب بقى. ايوه. سامعاك يا حضرتك اتفضلي. ما هو احنا بنعمله مقلع شويه. اه. هنا يشبه العيش الشمس شوية. ايه سلمي الورقة اللي عايزة تسلمك. هاتيها. ازيك يا ست غالية؟ ازيك يا قمر؟ عاملة ايه؟ ازيك يا ست غالية؟ الحمد لله يا جميلة. عاملة ايه؟ ان شاء الله تسلمي. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا حبيبتي. الله يخليك. شفت احنا بنخبز النهاردة ازاي؟ ايه. مع السلامة. مع السلامة يا قمر. شاف قعر الرغيف قعره بيبقى حلو ازاي؟ ما بيطلعش معجن ده يا حاجة أبدا ولا مسلوق. هات يا حاجة اللي القط لنا رغيف كده. أي عز. أيوه. أي أستاذ عز ازاي حضرتك؟ ازيك يا ست غالية؟ إن شاء الله تسلم. اسمع على مسمى يا ست غاليه. ان شاء الله تسلم يا استاذ عز والله، وانت عز الرجال. الله يبارك فيكي. ده انا جيت النهارده بقى بني سويف ولقيت اهلها ناس كرمه ولقيت الجو حلو والخضره وحاجه تفرح القلب. بصي يا ستي عشان ما تقعديش تمدحي في اسكندريه وادي اسكندريه. اه. انت بتاعه شعب اسكندريه اللي هو الشعب المصري الحلو. مش روح على الكورنيش وتقول اسكندريه. لا ما روح، ما هي ده انا رحت والنبي لما رحت هناك قابلت ناس زي الفل في اسكندريه. هي كل الناس زي الفل يا ست غاليه. اه بس كل قناه فضائيه فيها مطبخ. اه لكن مطبخ الست غاليه مطبخ حاجه ثانيه. انت فكرتني باشا يا ست ليا طلع عندك. اتفضل. بص يا ست الكل. اتفضل. دلوقتي احنا عندنا مزرعه في منطقه اسمها النهضه في العمريه في اسكندريه. اه. وعندنا حوالي 5000 ست وبنوته حلوين عاوزين الست غاليه تجي لهم. عينينا. تتفرجي بقى على البنات الحلوه اللي بتعمل المعمر واللي بتعمل المشلتت. ده عيني الاثنين يا اخويا، يعني احنا انت جيت في جمل نروح تاني. نجي لك على عينينا. بس انا بنقول لك كمان عشان تعلمي الناس الحلوه يا ست غاليه، انت بتاعه شعب مصر كله يا ست غاليه. احنا تحت امرك، احنا تحت امرك. انا عاوزك عشان الناس تتعلم تعمل جبنه ازاي. العيشه بقت صعبه يا ست غاليه والناس عاوزه تلم نفسيها. والنبي عارفه عارفه تيجي عشان تعرفي الجبنه القريش تبقى الحلوه بتتعمل ازاي واللبن الرايب ازاي. حاضر. سيب لنا عنوانك في الكنترول واحنا نجي لك على عينينا.
ماشي يا ست غاليه، انت شرفتني. انا زعلان منك من حاجه يا ست غاليه. ليه كده بس؟ ما احبش حد يزعل مني. ما انا هقول لك ليه يا ست غاليه. اتفضل. انت كمان اللي تقولي ايه الناس اللي فوق والناس، انت اللي فوق. الله يخليك، ده انتوا على راسي. انت من شعب مصر اللي هو الشعب الاصيل اسياد اسياد العالم. لا ده الناس كلها على راسي. ما ينفعش تقللي من شأننا. لا الناس الغلابه دي اللي الست الحلوه اللي قاعده جنب منك دي، طبعا هو ده الشعب الطيب. والنبي انت عندك حق، دول الناس الطيبين صح. وبعدين خليها تجيب لك قرصين جله كمان تعمل لك الحمايه دي تخليها لك فول. محدش بيعمل جله دلوقتي منضوف. بتقول لك محدش بيعمل جله دلوقتي، قعدنا ندور على قرصين جله نحذفهم في المحنه ما لقيناش. العالم ناضر برضه. ينفع كده؟ هنعمل ايه بس؟ عم نعمل بالموجود. اعمل حاجتي بايدي ولا اقولش للعبد يا سيدي. بيقولوا ايه؟ بيقولوا الشطره تنزل برجل ايه؟ برجل حصان، ماشيها برجل حصان. خلي بالك بقى، خلي بالك على محمد عشان انتوا دلوقتي. خلي بالك على محمد اللي معاكي في البرنامج. محمد عينينا يا سلام. والمثل يقول لك ايه؟ من كلو بان عليه. اسم الله عليك. اسم الله عليك. ان شاء الله تسلم. بس النهارده كل برنامج تقولي محمد اكل محمد. ده هو ما بخانش خالص. ده انت قصدك على عمرو. ده بص قعر الرغيف طالع ناس اسواحمر. أيوه. ازاي بص قعر الرغيف مش مسلوق ولا طالع، يا دوبك ميه ونار. قعر وقعر منصوص زي الفل اهو. ده القعر كمان لو اتخمر ده كنت اتخمر. الرغيف اللي في ايدك فيه بركه او النبي فيه بركه، ربنا يديك الصحه. لو لنا حاجه شريفه الله يسترك عودين حطب يا اختي. ما انا قلت له تعالى ده بقوم بيقول لي هات لنا حطب يا ابني. تنورتنا وشرفتنا. ديرهم كده. شكرا يا ست غاليه. ان شاء الله تسلم. هنجي لك ان شاء الله قريب. بقى انت يا ست غاليه انا تحت امرك، بس خلي حد من الكنترول ياخد العنوان عشان لما تشرفينا احنا نبعت لك عربيه تجيبك انت والمؤدين وكل حاجه. ده يا اخويا اجي لك ماشي عينيا الاثنين. تسلم يا ست الكل. الله يخليك انت شرفتني. عايز لبن ريب وتعمل جبنه قارش. كنت قلت وانا كنت جبت لك معاه. النبي يا استاذ عز انت فكرتني بالاستاذ اشرف لما قال ايه يا ست غاليه ده انا بشوف المطبخ ست قراريط. قلت له كفايه يا اخويا انا عليا 2 متر. مش رك الرك مش على مش على الكتير يا ست غاليه. انت عارفه ان الاكل ده، انت عارفه ان الاكل نفس. الاكل نفس وطيبه. وانت ست مخلصه فحاجتك بتطلع حلوه. عارف انا دايما امي تقول ايه؟ لما يبقى قلبك يا بنتي فيه طيبه بيعم على وشك وعلى الناس اللي حواليك وعلى اكلك على كل حاجه في ايديكي. القلب اللي فيه خير وطيبه بينضح كده زي البلاص كده اللي فيه عسل ينضح عسل. لو قلبك طيب تلاقي كل حاجه فيكي كده حلوه. والله كلامها صحيح. وبعدين الانسان الطيب الناس كلها بتفتكره سواء موجود ولا مش موجود. ربنا يبارك لك انت وكل اللي معاكي. ان شاء الله تسلم. وقعد سيب القناه 25. هو حد يغريك يقول لك تعالي عندنا ولا بتاع؟ حد يسيب بيته من خرج يا اخويا من داره تقل مقداره. الله يفتح عليك. شرفتني يا استاذ عيسى. يفتح عليك. شرفتني. انا بعد اذنك كده مستنيكي. احنا تحت امرك ان شاء الله. قولي للكنترول ياخد العنوان عشان الامور تمشي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شدي شوفيها ان شاء الله. شرفت. شكرا كتر خيرك. مع الف سلام. وسلم على جرايبك اللي في الصعيد. عينينا الاثنين كل جرايبي والد عمي واخواتي وحبايبنا هيسلموا عليك. نقول لهم اتفضل خد رغيف. الحاجه الحاجه شريفه بتقول لك اتفضل خد رغيف. بالهنا والشفا. ان شاء الله يهنيك وتعيش متهني. بصلة المحب خروف يا سيد حاجة. بقول لك بصلة المحب خروف يا حاجة. يا رب خليك. شرفتنا يا استاذ عز. شكرا يا ستي عشان ما عطلتش غيري. شكرا. مع الف سلامة يا استاذ عز. شكرا تسلمي. شرفتنا. شكرا. دايما الناس الحلوه عارفه يا حاجه شريفه يقول لك ساعه الحظ ما تتعوضش. واليوم الحلو عيد ما يتعوضش. شوفه واليوم الحلو عيد يجعله عيد على طول يا رب.
يا رب يا حاجة ندعي كده لمصر كده. عمالين ندعي انما نقوم ندعي لمصر عشان طرق وتحلى والناس والعجلة تمشي ان شاء الله، عشان الشباب اللي ضايعة دي ان شاء الله. ان شاء الله يا حاجة. ده الاكل بقى في الصواني يا حاجة شريفة بيطلع على الهادي كده. عارفة ده ما جربوش شوفي ديكهم اول ما اتعمل وبغي يسرحها على الاتك في يجري جر. ايوه يا ام رحمة. ايوه يا ست غالية ازاي؟ ازيك يا ام رحمة؟ عاملة ايه؟ ان شاء الله تسلمي يا ام رحمة. انت اكلك حلو وطبعا هتكون جونك جاتك والله بتفرج عليك في الاذاعة والسعادة. الله يخليك يا ست الكل ان شاء الله تسلمي. هو كانت بتسأل حضرتك هذا تعرف صورة العيش المرحرح الصيني العيش المرحرح اللي بالحلبة؟ اه اللي بالحلبة. هتقولك عليه بقى الحاجة شريفة، قولي لها العيش بتتوي يا حاجة شريفة اللي بالحلبة بتخبز بتعمل ازاي؟ بنحمصه الأول في الفرن وبعد كده أنا نحط له حلبة. وعايز آخد رقم حضرتك. حضرتك ارجع للكنترول بالنسبة للرقم، لكن بالنسبة بقى للعيش اللي بتتوي الحاجة شريفة هتقولك طريقته دلوقتي. قولي يا حاجه شريف. نقدح الفرن زي كده ونقلب فيه الغله لما الدغدغه بسنانك كده تبقى هايره، ونرجع نحط له نغربل ونحط له الحلبه ونوديه المكنه الطحين تطحن، ونيجي نحلله بالمناخل ونعجن ونغم. يعني دي الدوره ده يا حاج الشامي دي الدوره. هي بقى بتقول لك دي الدوره اللي بتحمصيه والحلبه تبقى متحمصه حاجه شريفه. لا الحلبه لا، الحلبه مش متحمصه، تبقى مطحونة عادية. ايه نحكبها في الطحين. بيجيبوا الدورة ويحطوه في الفرن لما يتحمص بتقول لك تمدوس عليه كده تقلبه كده واحنا قاعدين وتقلبه كده وتمسك الحبيتين تحط على اسنانك تتكسر بسرعة تبهار. يبقى استوى. يبقى استوى. نروح نطحنه ونيجي نحلله ونعجن بقى ونخبز كله بالتواكه. الله ينور عليك يا حاجة شريف. الله ينور عليك يا سيدي. الله ينور عليك. طب خلاص حضرتك خلوهم يدوني الرقم بقى. طيب حضرتك ارجع للكنترول يا ست الكل. ده البطاطس يا حاجة شريفة استوت في قلب البصل. هتبقى ريحتها عاملة كيف. هتبقى ريحتها ضربة. دي ما طابش اللي الجاي. لا لسه شوية يا حاجة شريف. طب على مهلة. خلينا بيتين. هو العيش هنا بيغيب جوه يا حاجه شريفه عن الفران اللي ام انبوبه؟ لا ما بيغيبش ولا حاجه. ده الفران ام انبوبه بتطلع العيش اوام اوام بيشعف بتاع الشديد. بيتشعف كده ويطلع مسلوق وبقلبه عجيب ما يطلعش ناسس كده. دي حتى انقعد تجمريه ببالو ريك حيل. يعني ده لو قعد واتقمر لو حطيتيه يومين ثلاثه تروحي تلاقوه لزقوا ببعض وعملوا ده اللي هو في العيش بامبوب. لكن ده يفضل كده ناسس وجامد. ده يفضل حلو وكل ما تجمريه تاكلي فيه زي العسل. كل ما يقعد وتقمريه يطلع حلو. طيب منك نستفيد يا حاج. ام اسلام بنعمل الكحك دي ما رضاش اعمله بامبوب. عليكم السلام. ازيك يا ام اسلام؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. ست غاليه زي حضرتك. الله يسلمك. انا عايزه فطير مشلتت لو سمحتي. عينينا الاثنين هنروح برضو كده ونعمل لك فطير مشلتت كده. تمام. لا انا عملت الكسكسي الاسبوع اللي فات كان تحفه. بالهنا والشفا. الف هنا. انا عايزه الفطير. عينينا الاثنين نعمل لك برضو الفطير المشلتت. شكرا. مع الف سلامه يا ست الكل. لسه عاوز يجمك شويه يا حاج. اهو زقيت شويه ده اهو. بوصه يعني انت خبره برضو. الصينيه اللي لحماك. انت بقى حاجه بيقولوا مش كل من نفخت طبخت ومش انت بقى يتقال عليكي. ولا بعرف اطبخ. مش كل من ايه من خبزت ايه نفخ. وانا دلوقتي العيال كبر وما بيخلوناش حتى لفلفة كرنب بعمل غلط كده هما يرضاش يعاركوا ويقاومون. بس يطلع من ايدك زي الشاه. ما يرضاوش. يطلع من ايدك زي الشاه. اللي حسن يطلع من ايدك شهد مكرم. يا جوه ما جوه ده ما يطيبش. يلا ده يطلع من ايدك سكر. ده انت اللي سكر.
اقول لهم احنا كنا بنقطع الطماطمات بالسكينه ونحطهم على الويل عدنتهم وفتحتهم الرك جله لما يروحوا زي العز. كنت بتطبخي على الكانو وزي ما انت مقطعاهم دلوقتي كده ونجي دلقنهم في البصلية ونسيبهم ونغطيهم يا دبك نركب ونطلع نقضي مصلحة ونعود نحركهم بالكبش يروحوا زي الزب ونورق وحيل ومش زي دلوقتي الخلاطات والقرم. انت عارفة انا قفلت كده معايا مرة وما لقيتش انبوبة رحت جايبة البابور وطبخة عليه ولو ما كنتش لقيت بابور كنت طبخت على الكانون. ايوه بقول لك زمان كنا بنعملهم على الكانون ونقطعهم بالسكين. مهيثم مهيثم ايوه بنت ان شاء الله تسلمي. عامله ايه وحشتيني ان شاء الله ما تشوفيش وحش. ده انا هوريكي بقى اكلمت حضرتك على شفت يا مرسمين. ده انا هوريكي صينيه بتنجان بصي طالعه بتزغرط كده. انا شايفه العيش ميت انا بهرط ارتيس على شكل غالي. اهلا وسهلا. ده انت عايز زي القمر اللي استفزت. ده انت عاوزه قعدتنا. ده بصي صينيه البتنجان بالطماطم طالعه عامله ازاي. سلمينا على الست الجميله اللي جنبك. ان شاء الله تسلمي ان شاء الله تسلمي. بصي الصينيه طالعه عامله ازاي. عايزه اكل معاك كده استغاثه. اتفضلي. ده بتنجان بالطماطم واخد ريحه الفرن وكان عايز ادوه. انا بصيت على التومه دلوقتي. انا اسوش على راي الحاجه غطوه. جميل. كل حاجة جميلة يا ست غالية والله. ان شاء الله تسلمي. شرفتيني يا ست الكل. طب احنا الوقت انا عارفة حضرتك بس عشان انت قريبة مني على فكرة. والله انت فين؟ تعرفينا بكرة وتجيبي لنا من العيش الحلو بتاع حضرتك ده. الله يخليك يا ست الكل. نجيلك على عينينا. ساعة بينا وبينا. نجيلك على عينينا. الحاجة تقول لك ان ساعة بس بينا وبين بعض. نجيلك على عينينا يا ست الكل. نيجي نعمل عندك انت بقى الفطير. تشرفينا بكرة. ونعم ما اقدرش اوعدك هظبط الامور واتصل بيكي. سيبي رقم. مش الصراحة حلوة. سيبي رقمك ونظبط ونبقى نجيلك. على انا اكلمك انت. طب انت يا حاجه غاليه يا حاجه غاليه ان شاء الله. ان شاء الله نرتب امورنا ونتصل بحضرتك ان شاء الله. سيب بس رقم بس يا حاجه. ده لازم. شكرا لك يا ست الكل. الكل هنا متفق. عايز يتكلم على الست غاليه. كلميلي عليهم كلهم. هتكلمك مرات يا ست غاليه. على رأي المثل ضيفك جالك يسأل عليك يعني ايه. افتح ايه بقى. افتح له ايديك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا قمر. السلام عليكم. عليكم السلام. سامعاك يا حبيبتي. ازاي حضرتك. الحمد لله احنا بخير. انا اسمي سمر فتحي. حماتي بقى ام هيثم. اهلا وسهلا. حطي حماتك في عينيكي. انا بنتي الكبيره اسمها توتة. اهلا وسهلا يا حبيبتي. ربنا يخليها لك. طبعا بتعنينا في قلبنا. عيد الام داخل بقى كده والدنيا ايه تبقى زي الفل وكل واحد كده عنده ام. انا بقى ولا حابه احطها في ايه. عاوز بطاطس فرن. ده جميل خالص. الله يخليك. انت شرفتونا كلكم النهارده. طب انا عايزه حضرتك بقى تجيب لنا شويه بسكوتات حلوه كده للاطفال بدل ما تشتري من بره نعمله في البيت. عينينا يا ست الكل. حاضر حاضر. عينينا الاثنين. شرفتينا يا ست الكل. بمناسبه بقى عيد الام بقى لو ما معكش تجيب حاجة خالص. لا طرحة ولا جلابية ولا حاجة خالص. كفاية تبص راسها. كفاية تقول لها يما كل سنة وانت طيبة. يعني دايما في مثل يقول انا غنية واحب الهدية. انا غنية. سمعت المثل ده يا حاجة شريفة. انا غنية واحب الهدية. مهما اكون غنية بحب الهدية. أيوة. انا بتبص ليه بليه.
يعني انت لو مش قادرة تجيبي هدية ها روح اعملي لها اي اكلة في عيد الام اي اكل. احنا النهاردة عملنا بقى بطاطس وعملنا بتنجان في الفرن بياخدوا ريحة حلوة قوي يا حاجة شريف. ايوه هو الفرن اللي عطير ريح. ايوه يا ام احمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الست غليل معايا؟ اهلا وسهلا بيك منورانا. اهلا حبيبة قلبي انا من زمان جدا نفسي اكل. ده انت النهاردة زادنا شرف. انا ساكنة في ابو ظبي بقالي كم سنة بس اساسا من سكان العياط جنب بني سويف المركز الكل بني سويف على طول. اهلا وسهلا بيك. كنت صغيره كنت بشوف الحاجات اللي انت بتعمليها دي. ده شوفي بقى صينيه البتنجان طالعه بتغني وصينيه البطاطس بترد عليها. ما جربناش البتنجان احنا كنا بناكل البطاطس اللي بتتعمل. ده البطاطس عاملين البطاطس بقى ني في ني كله فوق بعض. ابص شكلها طالع عامل ازاي صحية وجميلة. ألف هنا وسهلا. يا ريتك معانا. بحيي الناس اللي شغالين في القناة والعاملين على البرنامج وفكرتكم جميلة. هاتلنا حاجة شوت حطب. قاعد جوه بيت جوه مصر بالألفة والعشرة والكلام الحلو الداعم وردودك الجميلة ووشك البشوش والحاجات اللي أنت بتكتبيها بتحسسينا إن إحنا فعلا قاعدين في وسط أهلنا. يعني الله يبارك لك بجد يعني ربنا يوفقك. احنا طول عمرنا هنعيش كده طول عمرنا لينا لازم ندور على اصلنا. وهو على قد زي ما انت ما بتقولي من فتره دي متاح. طبعا. وبعدين ما انا عملت لكم حلقه المصريين اللي بره كلهم عملت لهم حلقه. لا ما شاء الله عليكي انت عامله حاجه جميله كمان. انت مش بتقدمي اكل وبس انت بتقدمي روح مصريه. يعني انت الجميل فيكي ان انت عامله توافق اجتماعي ورابطه الناس بعضيها بتوري الناس حاجات ما بيشوفوهاش على الطبيعي. يعني انا فتحت بالصدفه لقيت البرنامج انا مش يعني لا انكر ان انا ما بتابعوش بشكل اساسي عشان الولاد بس فتحت فيه حسيت ان انا فجاه رجعت كام سنه لورا ورجعت الايام ما كنت صغيره شفت منظر انا صراحه حتى دلوقتي عند اهلي مش موجود المنظر ده. يعني بشوف الفرن اللي هو بالغاز الفرن الكبير. الفرن اللي بالانابيب ده في حاجات بسيطه قوي يعملوا فيه مثلا في حقه العيد والحاجات اللي زي كده. ده انت عارفه بموت حطب تخبزي هنا. كانت عندنا ايام زمان كانت بتلم العيله والخبز اللي هو اللي بتاكل الحاجه بتتكلم عنه. كان بيبقى بقى لما ويسا والولاد ونعمل اللي هو الخزين بتاعه كان بيفضل بقى معانا طول فتره الشتاء. اسمعي بقى الحاجه شريفه هتقول لك ايه. ما شاء الله عليكي. اسمعي الحاجه شريفه. اسمعي الحاجه شريفه بجد يعني ما شاء الله ابتسامتي يا ما نغبت بالعلى وعلى العين. اسمعي الحاجه شريفه هتقول لك ايه. قولي لها يا حاجه شريف. بنغبز نذبح اربع فروجات ويبقى كل واحده جايبه 10 عيال وراها ويبقى مول وفرح. الله ينور عليكي. وتلاقي العمه والخاله كله ما احنا بنبطل كل واحده تاخد شويه. الله ينور عليك. دي تعمل وتريح والثانيه تاخد مكانها ونلبس كام عمود ونحطه عندنا غايب. ايوه. شفتي بقى الحاجه شريفه عارفه كل حاجه ازاي. ما شاء الله عليك. مش ده يوم بيبقى يوم عيد يا حاجه شريفه. ان انتوا بتربطوا الناس ببعضها وبتخلونا نشوف حاجات فعلا احنا محتاجين نشوفها عشان نحس بحته كده من بلدنا. ما دول اهلنا ولازم نسال عليهم. لازم مش منطر دولتي وسربتلي جايله بقى لازم وقت. يا حاجه ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك والله كتر خيرك. الله يبارك فيك. الله يخليك ست كده. كان في مرات عمي زيك كده وناس بتبش وناس بتضحك وناس بتتكلم. على فكره عمرنا ما خبزنا العيد اللي هم بتاخدوه دلوقتي. كنا بنعمل العيد اكبر شويه ومش يعني اوسع سنة ومش كتير. وكانوا بيحمصوا منه شويه يعني كانوا يقسموه نصين وينشفوه. بيبقى ملدن يتخزن كده. احنا دايما نقول عليه عيش ملدن. ايوه الله ينور عليك الملدن. أيوه. انت عارفه انا ما رحت الاقصر خبزت العيش الشمسي وما جيت بني سويف. انا لما انزل اجازه عند اهلي خبزت بقى العيش المصري ده. بس على اني اكل العيش ده. ده ريحته جميله. والله ما شاء الله عليك. يا ريتك جنبنا.
ما شاء الله عليك والله. بس انا فعلا فعلا يعني انا بتعلم كثير من الحاجات اللي انت بتعمليها. يمكن احنا الاجيال اللي احنا موجودين فيها شويه ما لهاش ارتباط بالاكلات الدسمه والحاجات اللي بتتعمل في المطبخ المصري. بس ما شاء الله ما شاء الله عليك بتقدم افكار بسيطه ومن الحاجات اللي موجوده في البيت ومش مكلفه، سهل ان الواحد يعملها ويجربها. اسكتي ده احنا النهارده بنخبز بعوض حطب. انت قلت الشاطره تخذل برجل حصانها. ايوه. يعني لا بوتاجاز ولا غاز ولا ازمه ولا اي حاجه. اهو عندنا من دقيقنا ومن الحطب بتاعنا بنشتغل وبنخبز وناكل. الناس بصي احنا بنعمل حاجة كده، احنا ناس بسيطة وبنعمل حاجة كده على قد ما بنقدر وعلى قد ما بنعرف بنعمل. لا ما شاء الله. العمشة الجسدية. الحاجة شريفة بتقول لك يعني انت لما ظهرت في البرنامج بتاعك والواحد شافك وانت واقفة في المطبخ بتاعك، الله معقول بيصوروا في مطبخ عادي في بيت عادي؟ مش ممكن ده يكون استوديو. انا فضلت كام حلقة وانا متابعة البرنامج وانا مش مصدقه ان ده استوديو ابدا. يعني انا كل تفكيري ان هما بيصوروا عندك مثلا في البيت. الحاجة شريفة بتقول لك اللي تعمله العرش الجزء يتعشى وخلاص. يعني الشاب يعني القائمين على البرنامج ما شاء الله عليكم، يعني الله يبارك لكم جميعا كلكم من مصورين من معدين. وانت الله ينور عليك ما شاء الله عليك، ليكي شريفة. الله يخليك يا ست كل، انت شرفتينا. طاولة جميلة على الشاشة بسيطة وقلبك ان شاء الله تسلمي. تاني مع الف سلامة يا قمر. مع السلامة حبيبة قلبي. مع السلامة. اتشرفت جدا ان انا اكلمك. الله يخليك يا ست الكل. مع تاني. هنوع الحد دول ما يستوى حاجة شريف. ما يستوى يعني الشهوة. الحاجة شريفة بتقول اللي تعمله ايه؟ العمشة الجوزة يتعشى. اللي تعمله العمشة الجوزة يتعشى. نبي مثلك حلو يا حاج. اي حاجة وبس. لا لا ده انت زي الفل يا حاجة. ده انت اللي فل وعش. ده العيش يا حاجة طالع ناسس وطالع زي الفل. لو اختمروا كنت اتفرجت. طالعين زي الفل. المرة الجاية تعيش. لا احنا بقى نيجي هنا نعمل بقى ايه؟ نيجي نعمل فطير برضه. زي بعض. اللي تقدر عليه اعمل. هاتي السكينة اللي حضرتك دي لقاها على الصينية. خدي. عاوزين بس قاعدين حتى بيحمروا دول بس. على كده حاجة بقى، انا سمعت حاجة مهمة قوي. قالولي ان البهايم ما بترقدش الحق لاي حد عشان يحلبها. لا يا عم اللي مولف عليا. لازم يكون في ألفة ويكون الاتنين مولفين على بعض. مشيت انا كده، انا ما بحلبش بس ان انا بوكلها في الغطا والممشي كده تبقى تعيط. شافتني جايه تبقى تعيط. يعني هي بتبقى عارفاك. ايه عارفاك. امال عامله زي العيل المولد. العيل اللي بيمشي ورامه اول ما يهل كده تبقى تعيط. امشي تعيط لحد ما اغيب عن عينه. ده هو بقى هاتيه هناك شويه. ده هو؟ ايوه. اهو. حطينك عند الراويه. عند هنا هنا كده جوه في الاخر؟ ايوه. اهو. بس بزياده يا خلاص. خلاص طيب. بس اللي يشبط في العين في البتاع كتر خيرك. بس ما تفوقش وقفنا ناكل عشان تشبط في العين وهات لها حته حجر بقى. احنا هنسوي الباقيين دول. خلاص خلاص عقبال كمان وما يحرمنيش منك يا ست الغالي. عبال بقى شويه العيش في الفرن دول ما يطلعوا كده زي ما انتم شايفينهم قبوا كده وزهزهوا ورقصوا جوه الفرن. تعالوا نروح نشوف انا عرفت الست شريفة ازاي وعملت لكم ايه بقى الصبح.
النهاردة في بني سويف، طبيعة جميلة وبلد جميلة قوي، والخضرة وكفاية قوي ان هي الجو فيها حلوة قوي، مفيش دخان، كلها خضرة، كلها ناس طيبة وحلوة قوي قوي. والنهاردة ان شاء الله جينا بقى وفينا بالوعد وجينا بني سويف عشان النهاردة نعمل لكم الحاجات الحلوة اللي كان نفسكم فيها. ازيك يا حاجة، عاملة ايه؟ الله يخليك. يزيد فضلك يا حاج، يزيد فضلك. نورتينا النهارده وكترتينا ونورتينا. ان شاء الله تسلمي ان شاء الله تسلمي يا اختي، ده انتوا بلدكم حلوه وهواها كده يرد الروح. انتوا اللي نورتوها وكلها خضره كده وحاجات حلوه. الله، انتوا اللي نورتوها. الله يخليك يا ست الكل، ده منوره باهلها. الله يخليك. تعملين اكل اهو، انا ودي لاخويا الغيب. طب حلو، والنبي يا بروح انا بقى اوديه له، انا اشيل انا واروح اوديه له معاك. تشرفين. وازاي اخواتك وحبايبك؟ حلوين والله كلهم، بالسلام عليكم. ان شاء الله تسلم يا ست الكل. والله بيترحبوا بك النهارده. تعالي يا ام محمود. ازيك يا ام غالي؟ ان شاء الله تسلم. ان شاء الله تسلم. الله يخليك. ان شاء الله تسلم. الله يخليك يا ست الكل. ان شاء الله تسلم. ان شاء الله تسلموا، ده انتم منورين. النبي ده منوره بيكم وباهلكم. الله يا رب يخليك. الله يخليك. تعالي بقى نروح نودي الاكل لاخوك الغيب، وبعد كده ايه نروح بقى نخبز العيش اللي هنخبزه النهارده. ماشي يا ابو غالي. لا انا لا والنبي انا هشيل. لا 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 انا اللي هشيل. لا ده انا سيب انا اشيل انا زي بقى دي خفيف يا اختي. ده انا كنت بشيل التشت وبشيل المشنه وبمشي بيها ولا اي حاجه خالص. كنت عامله ايه خالتي غالي؟ ان شاء الله تسلم. ان شاء الله تسلم. كنا زمان بنعدي على الفلق ده برضو، يعني ما جبناش حاجة غريبة. الفلق هنا وفي مصر الاثنين زي بعض. نبي اختي بلدكو حلوة وجوها حلو والخضرة وحاجة اخر حلاوة. ان شاء الله تسلم. ان شاء الله تسلم. ازيك يا عم محمود؟ عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ ان شاء الله تسلم. شوف بقى انا جبت لك الغدا النهارده اهو. انا دايما اقول ان الايد التعبانه شقيانه، وانتوا يعني شوف لولا الفلاح ها ما تطلع الزرعه. ربنا يديكم الصحه. انا جيت النهارده اتشرفت بيكم واسلم عليك. الله يخليك. لا الله يخليك، ربنا يديك الصحه والعافيه واشوفكم على خير بقى، عشان راحه لسه اشوف بقى بقيه الارض ونغبز بقى النهارده. ان شاء الله تسلم. قد القول والله، قد القول. انا اتشرفت بمعرفتك. السلام عليكم. ازيك يا حاج، عامله ايه؟ ده انتوا بتعملوا شاي. حلوه دي. الله يخليك. ازيك يا حاج، عامله ايه؟ مصمت. الله يخليك. انتوا اخباركم ايه؟ ازاي صحتك؟ ده انتوا بتعملوا شاي اهو ما شاء الله. ده تلمت الحبايب ومبقاش حد غايب. ربنا يديكم الصحه. انت بتشتغلي بقى في نفسك؟ كله ده اللي في البتاع. ربنا يزيد. الله اكبر، اللهم زيد وبارك. ربنا يديك الصحه والعافيه ويخليهم لك. ده البركه من عند ربنا. ربنا يبارك لك فيهم. وانا دايما زي ما قلت لك، يعني هي دايما ايه، صاحب صنعه احسن من صاحب قلعه، صح ولا لا؟ ربنا يخليهم لك ويديك الصحه ويبارك لك فيهم. انا عاوزه بقى يا حاجه ايه، نروح الغيط عشان نعمل بقى العيش. نعمل العيش ان شاء الله. طب هنروح ازاي يا حاجه؟ هنروح بالعربية دي ولا ايه؟ طب يلا ماشي اركب. استنى يا عم المركب انا بقى. لا ما تقلقش يعني، ها هركب برضو. يلا تعالي جنبي بقى. يلا هي البتاعة يا دوبك على قدي بس. يلا يا حاجة يلا احشري نفسك جنبي.
رجعنا تاني. طبعا الحاجة شريفة قامت عشان تصلي وكتر خيرها، قعدت معانا لحد ما خبزنا اللقمتين اللي احنا كنا جايين نعملهم، وما شاء الله العيش طالع ايه. قالت لي بقى كملي انت بقى سواهم وانا راح ايه اصلي. ربنا يتقبل منها يا رب. شفتوا بقى لما ركبت العربية، العربية دي هنا يقولوا عليها كاريتا، يا دوبك هي، انا قلت لها يا حاجه شريفه ده هي على قد ده، انا يعني تخننا حبيتين كده مش هتعرق. قعدت برضو جنبي شاطره. وجينا لقيت الفرن بقى والريحه الحلوه والحاجه اللي تفتح النفس، الحاجه الجميله. وحتى شوفوا عيشه طالع عامل ازاي، هما يعملوا العيش يشبه يشبه الشمس شويه، يعني يشبه الشمس شويه او بس، ده يعتبر زي العيش المصري بتاعنا. ده لسه مجنب، لسه فاضله جنب كده. بس احلى حاجه في البلاطه التين دي ان هي بتطلع العيش ناسس، بتطلع العيش مستوي. حتى الحاجه شريفه قالت لنا معلومه حلوه قوي، قالت لو قعد عندك 7 ايام عمره ابدا ما يعفن ولا تجيله النقطه الخضراء اللي بتيجي دي، ولا يلكلك فوق بعضه ولا حاجه. قالت لي بيبقى شارب ميته على البلاطه ومستوي وناسس من جوه، ما بيبقاش عجين. غير اللي انت لما هتخبزيه في قلب الفرن ابو انبوبه، هما بتقولي ده بالنسبه لنا بيبقى مسلوق، ليه بيقوم اوام اوام وبيبقى مسلوق وما بيبقاش زي ده. ده ليه ريحه وليه شمخه وليه طعم تاني. ده كم يوسف، ازيك استغاليه؟ عامله ايه يا ام يوسف؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ بخبز النهارده اهو في بني سويف. الله ينور عليك، مية مية. لا والنبي ده مش انا، يعني انا عملت حاجه كده تقتل الغرض؟ لا والله جميل، حاجات جميله خالص. ان شاء الله تسلم. اسكتي، ده البطاطس طالعه من ورا ال ريحتها جميله، ده انا شامله ريحتها اهو في اسكندريه. ده ريحتها جميله جمال. الناس ما تستهترش بالفرن المبروكه دي، النبي فرن كلها بركه. جوزي بيقول انا لسه نقطة عشان اكل الصينيه دي، ده هي طعمها. خليه يجي بقى هنا وشوف على بدنه. الله يخليك، الله يخليك. احنا خلاص خدنا ان احنا كل يوم بتيجي فين نكلموكي. والنبي انتوا اللي منوريني. الله يخليكي. والنبي خدي جوزي عايز يكلمك اهو. هاتيه يا اختي على عيني. اهو مكسوم يتكلم، خد امي اهي. هاتي البركه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ست الحاج؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وانتي طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، والله ده انت منوره البيوت كلها. ان شاء الله تسلموا، يجعلوا عيد ام عليكي كده بالصحه والعافيه. الله يبارك لك، الله يخليكي ويخلي لك ولادك يا رب. يديكي طولة العمر. الله يبارك لك، العيش اللي انت بتعمليه جميل، فكرتيني ايام زمان. شفتيني وانا بعمل العيش على الطبليه؟ جميل قوي، بقول لك فكرتيني ايام زمان. انا امي كانت تقول لنا ايه، اعملوا العيش على الطبليه تعد 100، يعني 100 واحد يقعدوا ياكلوا. ايوه، مع اللقمه من دي ب10 من الرغيف بتاع بره. ده تقولي يا ست الحاجه طالع زي الورد كده ولا ريحته زي بتاع الورد. تسلم ايدك والله. الله يخليكي. فكرتيني والله، الايام بتاع زمان كان عندنا فرن كده زمان برضه. زي ده كده؟ كان عندنا فرن زي دي كده، وكنا نقعد نخبز كده اللمه بقى والضحك والصهلله وهيصه. والنبي بتبقى ايام كلها خير. والله كانت ايام كلها خير فعلا. ايام كلها خير. ما هو انت هتقضيها تاني اهو. ادي احنا قاعدين اهو، ويا ريت بس حد يسمع كلامنا ويعمل بس في الفران. ما هو دلوقتي البيوت بقى والعماير ما فيش كده. بس ممكن برضو يا حاجه تخبزيه في فرن البوتاجاز، في فران في البوتاجاز بتبقى بتولع فوق وتحت. ايوه ممكن يتخبز في فرن البوتاجاز اللي هو فيه شعله من فوق وشعله من تحت. ايوه ما احنا بنخبز فيها، بنعمل الحواوشي فيها اللي انتوا بتعملوه ده. بنعمله في فرن البوتاجاز عندنا، بيطلع زي الفل. بيطلع حلو زي الفل وجميل، احلى من السوق بتاع بره. وده الحواوشي ما يتاكلش غير في البيت. والله بنعمله بيطلع جميل، والعيال بيتلموا كده حوالين مني، بيبقى جميل القعده والاكله. ربنا ما يحرمهمش منك، ودايما نحسك في الدنيا. الله يبارك لك يا حبيبتي ويخلي لك ولادك ومنوره البيوت كلها واسكندريه وكل البلاد. والله ان شاء الله تسلمي يا ست الكل، انت شرفتيني.
الله يبارك لك، الله يخليك، انا نفسي اشوفك عشان احضنك وابوسك والله. انا كاني بوستك وحضنتك يا ست الكل، كفايه كلامك الحلو. الله يخليك يا حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه، ويخلي لك ولادك ان شاء الله. تسلمي يا ست الكل، شرفتينا. الله يخليك، الله يبارك لك. خد ام يوسف. ايوه ست غاليه. ايه يا ام يوسف، ايه يا حبيبتي، نورتينا والله النهارده. الله يخليكي، ربنا يديك. والنبي عايزه اهدي سلامي، سلام خصوصي قوي لخالي صابر، عشان بقالي زمان ما شفتهوش هو اسمي. بما انه دلوقتي سامعك وعاوز ياكل من العيش والبطاطس. ايوه فعلا. النبي خد ابني اهو يكلم الكلمه وخلاص. ماشي. الو. الو، ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تعرف تغني يا حلاوه الاكله الشعبيه؟ اه. يلا غني كده وقول لي. حلاوه الاكله الشعبيه بترد الروح ومغذية. ما بتعمل أكل يا طيب. يلا بألف هنا وشيفة. مع ألف السلامة. مع السلامة يا قمر. شرفتونا وانستونا، والنهارده انا سعيده جدا 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 ان انا النهارده جيت وشفت الناس الحلوه، وشفت الحاجه الجميله والطبيعه والحاجه كده، الكلام حتى الكلام يعني الكلام حتى حلو قوي. وكمان في حاجه لفتت نظري يعني، وانا في الكنيسه كانت الناس في منتهى الذوق، والناس سلموا علينا، والناس كلهم ادب. وانا بقول برضو ربنا يصبرهم، البابا كان رمز للمحبة، وكان راجل محترم، وكان راجل بيحب الناس وبيحب بلده، وكان كل ما يتكلم يقول مصر، ما كانش عمره بيفرق بين حد ابدا. طبعا السيرة اطول من العمر، والله يرحمه ويحسن اليه يا رب. دايما هنفتكر البابا بالذكرى الطيبه، وكل واحد عمل حاجه كويسه وكل واحد كويس هنفتكره بالسيره الطيبه، لان السيره اطول من العمر. لو الواحد سافر ولا راح اخر الدنيا ولا راح السند والهند، تفضل سيرته في مكانه، تفضل سيرته سابقاه، ويفتكروه بسيرته اكتر ما يفتكروه بولاده. يعني ما يقولوش ده ابن فلان، لا، يفتكروا يقولوا ده فلان كان كويس وابن حلال. ايه مدام سحر؟ مدام سحر. ايوه. ازيك يا ست غاليه، عامله ايه؟ ان شاء الله تسلمي مدام سحر. ازاي صحتك؟ اخبارك يا حبيبتي؟ كلنا بنحبك قوي والله. وانا بحبكم قوي قوي، وكان نفسي كلكم تبقوا موجودين معايا النهارده. كل سنه وانت طيبه، وكل عيد ام وانت بخير يا رب. الله يخليك. انت ايه رايك لما بقول ان الذكرى السيره الحلوه يعني السيره اطول من العمر؟ اكيد طبعا، اكيد السيره والعمل الحلو بيبقى افضل من العمر واطول من العمر. الله يفتح عليك يا ست الكل، الله يفتح عليك. الله يخليك. بس منورانا النهارده انت الحاجه شريفه. الله يخليك. عاوزاكي بس تجربي العيش. طب انا مش عارفه، انا بتشوفني الاول هو بيتعمل ازاي. بصي، هو سهل قوي يعني، انت لو هتعملي ابداي الاول ب 3 كيلو دقيق، حطي عليهم معلقه من معالق الاكل خميره. خميره سواء اللي هي الفوريه اللي عامله زي السمسم، لو ما فيش في خميره اسمها خميره بيره تلاقيها صوابع كده. ايوه عشان تحطي مثلا حته ربع، لو يعني حته كده قد البلح ده، لو ما فيش الخميره الفوريه اللي زي السمسم، وتعجنيه، تنزلي بالميه واحده واحده، تنزلي بالميه واحده واحده. اهم حاجه انه ما يطلعش منك طري في الاول، ادام لسه هتتعلمي وهتعجنيه خليه ماسك نفسه يعني يابس شويه، عشان تقدري تتحكمي فيه قدام الفرن وما يمسكش في ايدك وما يتلخبطش، ولما تيجي تريحيه او تهدفيه يطلع منك حلو ومدور. ربنا يخليكي لينا يا ست غاليه. الله يخليك يا ست الكل. الله يكرمك يا رب. بس انا عايزه تليفوني حضرتك. ارجعي للكنترول يا قمر. تسلمي يا رب، خليكي دايما كده بطلتك علينا على التلفزيون. ان شاء الله تسلمي يا ست الكل، حضرتك شرفتينا. الله يخليك، الله يكرمك يا رب. مع الف سلامه يا قمر. انا نسيت اقول لكم بقى ان انا فين. انا هنا في بيبا، بيبا في بني سويف. اهلها ناس طيبين قوي، من اول ما نزلت ورجلي دبت في الارض هنا في البلد
كل واحد يتفضلوا. وبعدين كل ما تمشي خطوتين تلاقي الناس كده ملمومة وعطين الركية بتاعت الشاي، والأطفال بسم الله ما شاء الله، الكبير في صغير في الغيطان وبيشتغلوا، اللي بيقلع واللي بيحش واللي بيأكل بهايم، وشغالين بسم الله ما شاء الله كبير وصغير زي النحل. قلت يعني اللهم صل على النبي، ربنا يديكوا الصحة ويزكوا ويخليكوا أحسن وأحسن. أنا بحيي كل أهل بني سويف كلهم، الوسطى وناصر وأهناسيا وسميستا والفشن وكل وبيبا طبعا اللي أنا فيها ناس كلهم أهل كرم، أنا بحييهم كلهم. أيوة يا أم حمادة، ازيك؟ عاملة إيه يا أم حمادة؟ الحمد لله، وحشاني يا أم توتة. إن شاء الله تسلمي. منوره قدام الفرن كده وفكرتينا بالذي مضى يا ام توته. اسكتي، ده كله بركه، ده انا قاعده قدامه أيوة عشان اشم ريحته، قاعده قدامه كده اشم ريحته. بصي انا عايزه قبوره من دي ونحشيها سمنه وسكر ونقعد ناكل. ده انت عاوزه بقى عاوزانا نعمل مفروكه واحنا قاعدين. منوره كده، الله يخليك. وعمايلك جميل والله، عمايلك جميله ان شاء الله تسلم. فكرتيني بالذي مضى، انا اولا ست كبيره من صغيره نتيته، وكان عندنا في بيتنا كده فرن كده ونربوا طيور على السطح ونعمله الفرن الحاميه كده. بتفكريني بالذي مضى؟ ما طبعا دي ايام حلوه، دي ايام حلوه جميله كانت ايام جميله والله. الله يديك الصحه والعافيه ويخليك ولادك ان شاء الله تسلمي. انت عارفه لما اقعد كده قدام الفرن، انا قاعده قدامه بس كده اشم ريحته واتمتع بيه، يعني انا لو اقدر اخده معايا وانا ماشي هاخده. اكله حلو وصحي وحتى عيشه جميل وكل حاجه. يعني حتى الحاجه شريفه لما كانت قاعده معانا قالت انا ما بعملش الكحك والبسكوت بتاع العيد في اي فرن غير في الفرن ده، قالت باجي في الفرن ده كده واعمل فيه الكحك والبسكوت. ليه ريحه وليه طعم في الاكل بيبقى مختلف خالص عن الفران التانية وعن البوتاجازات وعن الحاجات التانية. طبعا لان هي طبعا ست كبيره وتعودت على كده، فمن حقها فعلا يعني القعده قدامه. وبرده قالت مثل حلو قوي، قالت او حكمه، قالت انا لما بقعد قدامه بتدفى بنفسه، بتدفى بنفسه، بحس كده ان نفسه معايا بيدفيني. يعني انا النهارده مبسوطه قوي قوي ان انا في بني سويف واول مره اجي وتعلمت حاجات كتير حلوه. كفايه بس كده مقابله الناس، واهم بقى فيما في الموضوع ان البني ادم سيره. يعني البني ادم هنا بعد ما عمره بيعدي بتفضل سيرته موجوده طول الحياه بقى، بتمد زي يقول لك ايه، العرق يمد لسبع جد. اي ام احمد، ام احمد. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام احمد؟ ازيك يا ست غالية، اهلا وسهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله، قاعده قدام الفرن اهو مش راضيه اسيبه ابدا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا ست الكل، وبخير وسعاده. الله يخليك، انت منوره. الله، امنيه تعالي كلمي ست غالية، امنيه معاكي بنت عايزه تكلمي. هاتيها. قولي كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. ازيك يا ام غالي؟ ازيك يا امنيه، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. تعرفي بقى تغني لنا اغنيه حلوه كده لعيد الام، اللي تقول الاكله الشعبيه، اي حاجه حلوه منك. سامعاني يا قمر؟ بشكرك على الاكل الحلو. الله يخليك يا ست الكل. يا حلاوه الاكله الشعبيه، بترد الروح ومغذيه، الاكل الشعبي مفيد لينا، بيصحصح لينا ويقوينا. الله يخليكي، مع الف سلامه يا قمر. شرفتيني. انا عايزه اغني. غني يا قمر. يا حلاوه الاكله الشعبيه، بترد الروح ومغذيه، يا حلاوه الاكله الشعبيه. شرفتونا يا قمر، مع الف سلامه. شرفتونا. مع ألف سلامة يا قمر. قابلت بقى سرب كده بالصلاة على النبي، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، لقيت بسم الله ما شاء الله سرب غنم قابلنا واحنا داخلين. قالوا لي اوعي يا ست غالية. قلت لهم الجزار ما يخافش من الغنم.
انا هم جزار بيذبحهم بس انا مش هذبحهم، انا واخده عليهم. اتضح ان ساقية المغربية دي كل البهايم بيسحبوها اصحابهم وياخدوهم يروحوهم ويكونوا بقى معشينهم في الغيط، ولقيت حياة كاملة من كله. يعني سألتهم قلت لهم ما ينفعش تأكلوها وهي في البيت، قالوا لا لازم من اول لما الشمس تطلع نحط لهم الاكل لحد لما الشمس تغيب نحط لهم الاكل، وبعد كده ناخدهم ونروحهم، لان بيروحوا عمال ما بيروحوا يا دوبك يشرب والبهيم يشرب وينام. فلقيت هنا في كمان حاجه غريبه قوي، لقيت ان الفلاحين هنا ارضه وبهمته هم راس ماله، ومالوش فلوس كل شهر بتخش له ولا حاجه مثلا، زي ماله غير ارضه وبهمته. عشان كده في ناس كتير قوي هنا زعلانين عشان العايا اللي في البهايم اللي ماشي ده. يعني انا لما اتكلمت وفكرت ما فكرتش قلت الناس تاكل لحمه ولا ناس ما تاكلش لحمه، لا انا فكرت في الناس اللي اتخرب بيوتها والناس اللي عماله تعيط على بهايمها اللي ماتت والفلاحين اللي حالهم يعلم بربنا. اهم حاجه بس كده ما يبقاش موت وخراب ديار، اللي تموت منه بهمته ما يرمهاش لا في المصرف ولا في الميه ولا على المشروع، ياخدها يدفنها كده بعيد في حته بعيده عشان البهايم اللي جنبه ما تتعديش. ده اهم حاجه، وربنا بقى يعوض عليك وصاحب العوض موجود. ها يا ام احمد. الو ازيك يا ام احمد؟ انت معاك يا ام احمد؟ ايوه. ازاي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك، عامله ايه؟ ان شاء الله تسلمي يا ام احمد. انت عامله ايه؟ منوره الشاشة. الله يخليكي، ده منوره بيكي. والله فكرتينا بزمان. ان شاء الله تسلمي. والله فكرتينا بزمان، احنا كان عايزينها برضه فرن كده. ما اللي مالوش قاعدين مالوش جديد يا ست الكل. وبنقعد نبقى جنبيها ونقعد نستنى لحد ما يطلع. شفتي وطالع، بصي ناسي سوابب وزي الفل. والله ومنوره الشاشه. ده منوره بيكي يا قمر، ومنوره بكل حبايبنا. ده منوره بكل حبايبنا. يا رب ما نتحرم منك ابدا. ان شاء الله تسلمي. وانا ما اتحرمش منكم ابدا. والله. ربنا يديكم الصحه والعافيه. طب كلمي بس معلش. هاتيه. الو. ازيك يا قمر؟ الو. ايوه سامعاكي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ وحشتنا والله. ان شاء الله يخليكي. تعرفي شفتي بقى العيش اللي عملناه ده؟ خليك على طول والله، ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليكي، عاوزاكي بس تجربي العيش اللي عملناه النهارده. حاضر والله، كنا بناكله بس بقى انت عارفه الظروف والتقدم وكده. لا التقدم ملوش دعوه، ما انت ممكن تخبزيه في البيت لو عندك بوتاجاز فيه شعله من فوق ومن تحت. بقينا في عصر السرعه، عايزين السريع. لا لا لا، يا اختي اعمل حاجتي بايدي ولا اقولش للعبد يا سيدي. الله يسلمك. ودي ماما معاك. نعمله واحنا، انا والله سعيده اني سمعت صوتك قوي قوي قوي. ربنا يديك الصحه يا حبيبتي، انتوا شرفتونا. تشتغلي يا رب ما نتحرمش منك. ولا انا اتحرم منكم ابدا، شرفتونا. يا ربنا يصلح لك الحال يا حبيبتي. الله يخليك يا ست. عليكي. الله يخليك يا ست الكل، مع الف سلامه. طبعا النهارده في نهايه حلقتنا انا بشكر كل اهل بني سويف، وانا كنت مبسوطه النهارده وقابلونا احسن استقبال، وانا بقول يا رب دايما نبقى بخير وسعاده، وللمره الالف والمليون بعز مصر كلها في البابا، وبقول ربنا يرحمه ويقدس روحه يا رب. واحلى حاجه النهارده ان انا جيت لقيت الايد التعبانه فعلا يعني شبعانه ومحلاها عشت الفلاح، واشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله.